اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الرب يسوع المسيح محب البشر اليوم يرسل رسالة واضحة ومفهومة ومقروءة من الجميع، أن تعالوا إلي، ارجعوا إلي بالصلاة والصوم، ارجعوا إلي فأرجع إليكم. صوت الرب اليوم يدعونا أحبائي عن طريق مرض أو فيروس الكورونا، هذا الفيروس الذي سمح به الرب لكي ما نتوب. كلنا سوف ننتقل من هذه الحياة الفانية إلى حياة أخرى، يجب أن نقرر نحن إلى أين سنذهب. جميعنا نحن المسيحيون يجب أن لا نخاف من الموت. كلمة الموت ليست موجودة في القاموس الروحي المسيحي، ولكن اليوم المسيح يبعث لنا بهذه الرسالة لكي يقول لنا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فإذا أحبائي، بالصلاة، بالصوم، بطلب شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم، وهو عيد الأم، نطلب شفاعتها لكي ما يرجع الرب ويندم عن هذا الشر المزمع أن يفعله بالناس، وهو إله خير ويحب البشر. إذن أحبائي، لكي نعلم هذه الرسالة يجب أن نتيقن ونكون مستعدين دائما لملاقاة الرب يسوع. الرسالة هي توبوا واستعدوا لأنني آت، وشكرا.